هنبدأ دلوقتي نعمل وصفة لطيفة جدا. الوصفة دي يعني مهمة جدا للأطفال في سن صغير جدا، خصوصا لما بيبدأوا ياكلوا. هي كرات الطاقة. كرات الطاقة دي حاجة مهمة جدا لأنه فيها نسبة تمر أو بلح كويسة، والبلح دايما يقولك إيه اللي عنده أنيميا ياخد حديد ونحاس وألياف ومنجنيز وفيتامين كي كمان غنية بيه جدا، بتحافظ على عظام الأطفال من الهشاشة وبتديهم طاقة كويسة جدا، بتجدد الدم. عايزة أقول لكم الحاجات دي مهمة جدا للولاد، يعني نعملهم حاجة كويسة. ممكن نغلفها بيه حاجات زي كده، نعطس مثلا سواء لوز أو فول سوداني أو سمسم، حاجة تدعم، لأن طبعا أنتوا عارفين السمسم ده بيقولوا إيه مخزن كالسيوم. وممكن ندعمها بحاجة تانية بيحبوها الولاد وهي الشوكولاتة الخام. لو احنا غلفناها بيها ممكن نجرش الفول السوداني ونسيح الشوكولاتة ونحطهم جوه وننزل فيها كرات الطاقة دي، وتبقى شكلها روعة وياكلوها بمبسوطين بيها جدا. خلينا نبعد عن الحاجات دي. طبعا الكاكاو الخام لما بنستخدمه، لما بيكون الشوكولاتة دي دارك ونسبة الكاكاو فيها 70%، بتبقى فيها مضادات أكسدة كويسة جدا، وبتحمي الأعصاب وبتقوي الدماغ وبتعدل المزاج، يعني ليها كمان فيها نسبة ألياف كويسة جدا عشان الأوعية الدموية، بتعالج الجهاز الهضمي، ليها فوائد كتير. الكاكاو ده حاجة جميلة، وكمان كنا نقول إيه لما نيجي نحب نشربه، وفي ناس بتحب تضيف قليل من القرف أو عود قرف بيبقى رائع. فيعني ايه، بنبعد عن الحاجات اللي فيها نسبة سكر عالية. حتى لو هاخد سكر طبيعي من التمر فهو أفيد بكتير. طيب يعني ناس كتير قوي بتاخده، وكنا بندور عليه لما حد عنده انيميا نجيبه من بره مصر، اللي هو التمر او البلح الاسود يعني، لكن طالما هو موجود عندنا نستخدمه. تعالوا نقول بسم الله. هاخد كده بوله حبيبتي يا شيم، هناخد كده بوله، تعالوا ننزل مقاديرنا. عندي انا بفضل البلح اخده انا افصصه واقطعه، هما هنا الحقيقه حبوا عشان انا يعني طبعا عندي مشكله كده في ايدي اليمين شويه، فهم حبايبي حبوا يعني يريحوني فقطعوه ليا وفرموه لي، واشكرهم طبعا. ربع كيلو من العجوه، هي المفروض تبقى ربع من التمر، يعني كيلو بلح من التمر، في منه بيستخدم السكري او انتوا عايزين اي نوع انتوا حضراتكم بتفضلوه مفيش مشكله. عندي كوبايه من السمسم لان انا ممكن ادحرجه في السمسم. عندي نص كوبايه من جوز الهند المبشور. عندي فول سوداني محمص. عندي عين جمل. عندي حبهان مطحون. بصوا انتوا النطس دي ترجع لحضراتكم زي ما انتوا عايزين، على حسب ما انتوا تحبوا. طبعا عندي كاكاو الخام اهو، جميل جدا. عارفين لما باجي اعمل الشريك او اعمل مثلا حاجات فيها بالتمر زي القرص والحاجات دي، ولما باجي اعمل بسكوتات خاصه بالعيد او وصفات مثلا، بحب ادعم قوي مع الحشو العجوه احط معلقه من الكاكاو الخام. اولا بتدي لون حلو وطعم حلو، وطبعا مع رشه قرفه او حبهان بتبقى جميله جدا جدا حقيقه يعني. وزي ما اتفقنا سمنه او الحاجات دي مثل اضافه المخبوزات بتبقى دايما على البارد ومعلقه بسيطه، عشان لما بتبقى على الساخن بتنشف، ولما بنيجي نحطها جوه المخبوزات ونخبزها مره تانية في الفرن تعرض لحراره بتنشف. معلش اسمحوا لي بس اتابع هنا، انا عايزه اشيل الشوايه. نبص كده على الكيك مره تانية. بصوا بقى تمام اهو. انا ممكن في المرحله دي زي ما قلت لحضراتكم هاخد كده قطعه من الفويل واحطها على وش الكيك. انا خلاص فصلت عشان كنت حاطه بس مشغله الشوايه، هقفل كده عشان حراره الفرن كمان ما تخليش الكيك ياخد لون اكتر من كده اهو، وهقفل 5 دقائق كمان وان شاء الله يطلع معانا. تعالوا بقى نعمل الكرات الحلوه دي. لو احنا هنقطع البلح هنقطعه بالسكينه كده قطع صغيره، فيبقى لازم في نسبه كده ايه السكر بتاعته يكون طري يعني لين، علشان الولاد يعرفوا ياكلوه ويستمتعوا بيه. بصوا كده التمر، بصوا جميل، هاخد منه شويه بسم الله اهي، وهاخد منه معلقه واحده من صغننه من الكاكاو الخام. وزي ما قلت لحضراتكم لو مش هحط الكاكاو الخام يبقى هستخدم الشوكولاته الخام واغلف بيها مع ايه، مع الفول السوداني ده اهو، شايفين؟ بس معلقه صغيره كده، رشه بسيطه من الحبهان الباودر. كل ده مش هيتحس، وهنعمل كده كده، ده ما فيهاش اي اضافه تانية خالص.
سواء معجون. شايفين ازاي؟ شايفين الجمال؟ وهنشوف كده الحبات بتاعتنا، ممكن ننزلها مره في السمسم مره في جوز الهند. هناخد الكبس دي ونشوف المقاس بس هيبقى قد ايه. حبة صغننين كده، تنزل في السمسم. وحدات صغننة تبقى جميلة قوي للولادة، أنا مبسوطة بيها الحقيقة جدا. ناخد كده طبق نقدم فيه، وممكن نعمل كمان من صوص الشوكولاتة بالكاكاو الخام. نودي، انا كنت بعت لك الشوكولاته اللي بالكاكاو الخام في الخلاط السريعه، قولي لي مقاديرها بسرعه عشان اقولها لاصدقائنا اللي لو عايزين يعملوها في الخلاط. بصوا كده اهو، هاخد ورقه من هنا هقدم فيها كده، ممكن يعني افكار كتير. هحتاج دول بس يتفرموا شويه حلوين، نكسرهم قوي يبقوا مجروشين حلو، مجروشين فيهم كده شويه حلوين. ممكن سوري ننزل شويه هنا في جوز الهند. بصوا نجروشهم شويه كده، ادي جوز الهند. بصوا الصوص اللي احنا ممكن نعمله في الخلاط، كوبايه لبن مع كوبايه سكر بودره مع كوبايه زيت نباتي ونص كوبايه كاكاو، دول اضربوهم كلهم في الخلاط هيعملوا لكم صوص شوكولاته رائع، تقدروا تعملوا بيه اي حاجه انتوا عاوزينها. اهو شايفين، هاخد كده وهنزل تاني في جوز الهند. شايفين ازاي؟ برضو من الحاجات الرائعة. دي كرات الطاقة اللطيفة جدا للولاد الصغيرين، تديهم طاقة لكون قبل التمرين رايحين سناكس في النص، يعني رائعة مفيدة حاجة طبيعية. وشايفين نقدمها لهم برضو بشكل لطيف مقبول. سمسم ده رائع، اعملوا بقى اي صوص. تعالوا كده نشوف، هنا ممكن نعمل بقى بصوص شوكولاته او صوص كراميل. خليني اشوف، هنا عندي صوص كراميل ممكن انزل منه شويه هنا. ممكن كده وحدات صغنونة كده كده. وناخد تاني ونكمل بقية الكور بتاعتنا الحلوة دي. كده بصوا ناخد الفول السوداني اهو، جرش بصوا في الفول السوداني، ادي الحاجات الجميله اهو بالفول السوداني. يعني نقدر نعمل لهم حاجات حلوه هيتبسطوا بيها قوي، والولاد بتشجع بعض دايما. بصوا خليهم بقى يشربوا عصاير طبيعية جميلة، برتقال مهم ساقع، نعمل لهم كده حاجات من الفواكه الطبيعية تبقى رائعة علشان هم كمان يتبسطوا بيها ويستفيدوا منها.
شايفين شكلهم جميل ازاي؟ هناخد كده ممكن في السمسم هنا، مش كلها، ممكن نعمل كده شكل وشكل. كبار كمان يحبوها. اوكي هنعمل برضو كيك سريع كده، مش عارفه اذا كان يعني في ناس بتحب تعمله على فكره على البوتاجاز كتير. ان شاء الله نلحق باذن الله شويه كده. مهمين نكمل الايه الشكل الجميل بتاعنا ده. الفول السوداني بقى لما بيتحمص في الفرن، عايزه اقول لحضراتكم من الحاجات اللي بتدي طعم يجنن. هتلاقوا ليه طعم كده مختلف، الله، انا بحبه قوي اعمله في الفرن بصراحه، وبحب الفول السوداني الحقيقه، بس بخاف منه عشان بيتخن. عشان كده احنا عاملين كرات الطاقه للاولاد. وادي السمسم، ما شاء الله. يلا وناخد اخر واحده، نعمل واحده جوز هند، ايه رايكم؟ عشان نبقى عملنا كل الحاجات اهي. يلا بينا ونبدا بقى نعمل كمان يعني الوصفه اللي احنا حابين نعملها، وصفه سريعه ولطيفه. يلا بينا. شايفين بقى في واحده في النص هنا، خليني احطها بالفول السوداني عشان استريح. طيب اهو غلفوها بقى. لو عاملين صوص الشوكولاته لو حضراتكم ده في الخلاط، نزلوا فيه بقى شويه الفول السوداني دول وادعوا لي وغلفوها بيه وسقعوها شويه. يا نهار ابيض على الجمال، بسطوا بيها جدا. يلا بينا. خلصنا يا نودي اهو. يا رب، الحمد لله الحمد لله، تمت بحمد الله اهو. يلا بينا كده خلاص نقفل بقى ده. طبعا في احجام كتير من الورق الخاص بالكب كيكس ده، هنشيل بقى دي. يلا بينا وناخد الايه الطبق القمر ده، كرات الطاقه البسيطه الجميله السامبل دي. حبايبي روحي نحط هنا، بالنسبه لكم مناسب يا ولاد؟ تسلم ايديكم حبايبي. يلا بينا نبدا بقى في وصفه سريعه ولطيفه قوي. لو عندنا شويه موز استووا عند حضراتكم حبايبي، تسلم ايديكم. حابين يعني تستفيدوا منهم مفيش مانع. تعالوا بقى نوريكم الكيك. امسك بالسبونج الثاني السيليكون. بسم الله بسم الله، شايفين الجمال؟ اوبا بسم الله. يا نهار ابيض على الجمال، خبر. تهدى بس شويه. شفتوا بقى؟ الله، بصوا بقى شايفين الجمال؟ الله الله الله، خبر. طيب احنا قدامنا قد ايه حبايب قلبي؟ لا ان شاء الله نعمل الحاجات الحلوه باذن الله. يلا بينا تعالوا نطلع استراحه، مش عايزه اقطع حضراتكم في الوصفه عشان ما اقطعهاش. هنطلع الاستراحه، نرجع بعد الاستراحه نستكمل مع بعض الوصفات. هنعمل كيك سريع على البوتاجاز بسيط، نشوف لو اتبقى عندنا شويه موز عايزين نستفيد منهم وطريوا عندنا نحطهم في الكيك، نعملهم ازاي بشكل مختلف. وصفه جديده اتمنى تعجب حضراتكم بعد الاستراحه.